إن قطرة من دماء الشهداء ليست كباقي القطرات، إنها تختصر كل شيء، إنها التوحيد العملي والحقيقي الذي نطق به لسان العمل والفعل والتضحية. وإن تلك القطرات لأكبر شاهد على الإخلاص لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من هنا يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف أنه لا يمكن للألفاظ والتعابير وصف أولئك الذين هاجروا من دار الطبيعة المظلمة نحو الله تعالى ورسوله الأعظم وتشرفوا في ساحة قدسه تعالى. أما الآن فنستمع إلى كلمة إلى الأستاذ السيد هادي الموسوي رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق. استقبلوه مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نقف في هذه الليلة وبعد مرور أو في الذكرى الرابعة لاستشهاد ابن بار من أبناء هذا البلد، شاب لم يعرف عنه إلا الصلاح والاستقامة، شاب يمثل ثروة مهمة لو اعتبرت، لو قيمت، لو قدرت لهذا الوطن. ككثير من الشباب، الأحياء منهم والأموات، الأحرار منهم والسجناء، الموجودون منهم والمبعدون، الإنسان في هذا البلد كما هو في كل بلد آخر له قيمة. إذا استطعنا أن نقدر له هذه القيمة سنكون في خير وسنكون على الجادة الصحيحة. أما إذا استرخصنا حق الإنسان شابا كبيرا صغيرا رجلا امرأة، وإذا تجاهلنا هذه القيمة فإننا نفتح أبواب الضياع، أبواب الانحراف عن الجادة. الشهيد يوسف وإلى آخر يوم في حياته كان إنسانا في جو عائلي آمن، لا يعرف ماذا يخفي له المستقبل. فقده أهله، غاب عنهم، بحثوا عنه، وكانت نهاية تلك رحلة البحث تلك أنهم وجدوه مقتولا. مقتولا لماذا؟ ما الذي جناه؟ ما هي المشكلة؟ ما هي جريمته؟ ماذا فعل؟ هل تشاجر؟ هل اعتدى على أحد؟ المشكلة بأنك مهما قلت ومهما صرحت من استنتاجاتك فإن ذلك لا يؤخذ به في موازين أو في مواقع إثبات العدالة، لأنه في نهاية المطاف هناك تحقيق وهناك تحريات وهناك محاكم وهناك أحكام وقضاء. نأتي لنرى
ما الذي يحصل للمواطنين الذين يقتلون إما تحت التعذيب أو بسبب تعددت الأسباب هنا في البحرين، إما بالطلق الذي يصيب الشهداء أو بالاختناق بالغاز أو بالوقوع تحت عمل يفضي إلى الموت، سواء كان ضربا أو حادثا أو ملاحقة أو إيذاء. كل هذه الصور وجدنا بأن هناك بعض القضايا إذا تم فيها التحقيق، عدا عما لا يتم فيها التحقيق إطلاقا، إذا تم فيها التحقيق تأخذ مدة طويلة. إذا قرأتم أو تابعتم موضوع الشهيد علي صقر، وبعدما مرور ما يقارب 5 سنوات تعدل الحكم من 2 في تلك السنة إلى 7 سنوات، يعني عليك أن تكون وأنت الفاقد، وعليك أن تكون وأنت المدعي، وعليك أن تكون وأنت صاحب الحق أصبر من الصبر، انتظر إلى أن يأتيك الفرج. المشكلة بأن هناك قضايا مشابهة، دعوني أقول لكم بأن كل القضايا التي حصلت لأبنائنا وأحبتنا وهم سجناء تختلف تماما عن القضايا التي حصلت إليهم وهم في خارج السجن. في مقابل قضية علي صقر نجد قضية زكريا العشيري رحمة الله عليه، بر إلى من اتهم في قضيته ولا نعلم هل بعد 2 سنين بعد 5 سنوات ستقود التحريات والمتابعات والتحقيق والاهتمام لأن يحصلوا على الجنات. كان في السابق عليك أنت أن تتوجه وتدعي، اليوم لدينا وحدة التحقيق الخاصة، وحدة عليكم السلام، وحدة التحقيق الخاصة هذه مؤسسة أنشئت داعمة للضحايا والمؤسسات الرسمية أيضا. ولكن ما هي قصة الشهيد يوسف التي يعني طواهم نسيان من قبل الجهات الرسمية؟ أنا أعلم بأن المتابعات التي قام بها أهل الشهيد منذ اللحظة الأولى التي عرفوا من خلالها بأنه قتل، وأفرغوا الوسع وتحصلوا على معلومات ووضعوا منذ البداية محامي وتابعوا القضايا، إلا أن المسألة لم تفضي بعض إلى نتيجة يشعر بها الأهل أن هناك عدالة قد تحققت. نحن كمواطنين، نحن كأولياء دم، نحن كأحبة وأصدقاء لشهداء، نحن كحقوقيين كمهتمين بالشأن العام، لا يحق إطلاقا إذا وجدت جريمة، لا يحق لك إطلاقا إذا وجدت جريمة أن تسكت عنها. قد يقول البعض ولكن هذا فيه تحديا للسلطات، مقارعة لهم، مخالفة لهم. لا، بالمفهوم الصحيح لدى كل المجتمعات أن عدم السكوت، بل السكوت عن الجريمة يعتبر مجرم بحسب القانون، والتستر على وقوع الجريمة يعتبر مجرما. إذن يتعين على كل إنسان تقع عليه جريمة أو على أحد من ذويه أن يكون فاعلا في البحث عن الجان، وهو جزء من دوره
في حفظ الأمن والسلامة والاستقرار والحقوق وتأكيد حالة الانتماء لهذا الوطن، لأنك لا تأتي أنت وأنت موجود، أنت لن تغادر إلى بلد آخر ولا يعنيك شيئا في هذا الوطن. إذا تم السكوت، ولهذا ما قامت به عائلة الشهيد ممثلة في والده وإخوته وأهله منذ البداية من إيصال هذه الشكوى ورفع القضية ومتابعتها، هذا هو الصحيح. ولكن غير الصحيح ماذا؟ غير الصحيح أن لا يكون هناك ردا، أن لا يكون هناك متابعة، أن لا يكون هناك حق يعلن عنه ورد اعتبار يوصل إليهم وعدالة تقام. إذا لم يكن كل ذلك سنقع تحت طائلة دائرة الفوضى، أنه دم يسفك ولا من متابع، قتل، تعذيب، إيذاء، تمييز، ملاحقة وما إلى ذلك، دون أن تكون هناك موازين عدالة. ميزان العدالة لا يختلف عليه اثنان في هذه الدنيا. إن عدنا للقرآن وللسنة النبوية، أو عدنا حتى للقانون الوضعي الذي يضمن أو يكفل الحد الأدنى في الشرع، يقولون أنه حتى أرش الخدش يحق لك أن تطالب بحقك فيه، وقد ضمن الإسلام وعالج الإسلام هذا. نحن لسنا في بلد لا يعرف الإسلام ولا يعيش، نحن في بلد مسلم وفيه مسلمون وفيه الفهم الإسلامي. لو غضينا الطرف عن ذلك، لماذا لا نفعل القانون الوضعي الذي يضمن الحد الأدنى؟ أنا أقول لأهل الشهيد رحمة الله عليك يا يوسف، أقول لهم من حقكم أن تستمروا وإن طال بكم السرع في مطالبتكم بحقكم. السلام عليكم.